في مثل هذا اليوم الموافق 5 يونيو عام 2013 اشتعلت الاضطرابات في أنحاء مصر بفعل كثير من الأزمات التي حاصرت المواطنين وأرهقت الوطن آنذاك. أولى الأزمات التي احتلت العناوين وصارت حديث جميع المصريين من الأطياف كافة كانت الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. دفعت الأزمة الآلاف إلى قطع الطرق مطالبين الحكومة بحل تلك الأزمة المكلفة اقتصاديا والمرهقة أمنيا. حي الزمالك الهادئ والراقي كان على موعد مع ثورة مبكرة تمثلت في انتفاضة المثقفين ضد وزير الثقافة آنذاك علاء عبد العزيز. المثقفون الذين أشعلوا شرارة الغضب والخروج مبكرا ضد حكم الإخوان أعلنوا استمرار اعتصامهم في ديوان الوزارة لحين رحيل الوزير وغروب الشمس الجماعة. هذا اليوم الملتهب الأجواء سياسياً شهد إعلان حركة تمرد آخر المستجدات المتعلقة بجمع توكيلات عزل الرئيس محمد مرسي، مؤكدين أنه لا تراجع ولا استسلام مهما بلغت تهديدات الجماعة وحلفائها بسحقهم.